السلام عليكم. طلاب، محاضرتنا الرابعة بموضوع الليبيد هي عن الكيتون باديز. كيتون باديز هي بالحقيقة تتكون كنتيجة لإما incomplete breakdown of fatty acids in beta oxidation أو condensation of two acetyl coenzyme A units. شنو المركبات اسمهن؟ المركبات الكيتون باديز هي ثلاث مركبات كيتونيه اللي هي الاسيتو اسيتيت، هذا الستراكشر مالته، او بيتا هيدروكسي، طبعا هذا بيوتاريك اسيد، بيتا هنا مجموعه او اتش اكو بيتا هيدروكسي بيوتاريت والاسيتون. شلون يتكونون هذه الثلاث مركبات؟ مبدئيا عندي الاسيتو اسيتيت. الاسيتو اسيتيت هو مركب يتكون قلنا قبل قليل نتيجة إما التكاثف اللي دا يصير بمجموعتين أسيتايل دا ينطوني أسيتو أسيتايل كوانزايم أي، أو بالدغريديشن بالأسيتو أسيتايل كوانزايم أي بالدغريديشن للبيتا أكسيديشن، بيتا أكسيديشن للفاتي أسيد، لما آخر شيء يبقون أربعة كل مرة نطلع مجموعة أستايل أستايل آخر شيء يكون اثنين أستايل أربع ذرات كربون، هو هذا ويا كوانزايم فنسميه أسيتو أستايل كوانزايم أي، لكن لهنا يجيني بشكل أسيتو أسيتيت. نأخذ إن شاء الله نفهمه أكثر. فإذا الأسيتو أسيتيت هذا ممكن بالبيتا هيدروكسي بيوتاريت دي هيدروجينيز، نضيف له مجموعة أكسجين، هنا للأكسجين نضيف له هيدروجين نضيف له هيدروجين، فراح ينطيني ثلاثة هيدروكسي بيوتاريت، أو أنه يطلع مجموعة الكاربوكسي اللي هنا ويتكون الأسيتون. شون تتم العملية الأسيتو أسيتيت؟ شون يتكون؟ أنا عندي تفاعلي اللي أحول بي بالدجريديشن مع الأسيتو مع الفاتي أسيد، أوصل مرحلة يتكون عندي أسيتو أسيتايل كوانزايم A. الأسيتو أسيتايل كوانزايم A اللي هو آخر ما قبل الأخير بمرحلة البيتا أكسيديشن يبقون أربع ذرات كربون، وهذه كانت أصلاً CH2 وسوينا لها أكسدة وإلى أن وصلناها إلى مجموعة كيتون. الآن ممكن نقطع هالشكل يتكون عندي اثنين أسيتايل كوانزايم A بالبيتا أكسيديشن، لكن اللي دا يصير إن الأسيتايل كوانزايم A بالبيتا أكسيديشن صار بي أكيوميليشن، فبعد هاي العملية ما تتم، فراح يكون أكيوميليشن الأسيتايل كوانزايم A إضافة للأسيتو أسيتايل كوانزايم A. هذا الآن بالميديا موجودات اثنيناتين، وموجود عندي انزيم اسمه همج كو سينثيز راح يقطن دني اثنيناتين سوا وينطني HMG اللي هو نسميه احنا HMG كوانزايم او نسميه همج كو انزايم اي، تسميه من عندنا خاصه هاي، بس هو الحقيقي اسمه HMG كوانزايم اي. HMG كوانزايم اي منين اجت تسميته؟ من هذا المركب هنا اثنين باربعه سته كربون، هذني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والسادسة متفرع، هذا الستة كربون. الستة كربون عندي مجموعة كربونيل أو الأصل كانت كربوكسيل، ألفا بيتا بوزيشن بيتا موجودة عندي مجموعة هيدروكسيل ومجموعة مثل، فنسمي بيتا هيدروكسي بيتا مثل كوانزايم A، وهذه خمسة ذرات كربون نسميها جلوتاريل كو انزيم A HMG كوانزيم A نرمز له. طبعا هذا ايضا هذا الانزيم منين اجى؟ هذا الانزيم متواجد عندنا بالعملية السينثيسيس للجليسيرول للعفو الكوليسترول للكوليسترول، وان شاء الله المحاضرات القادمة يكون موجود عندنا. طيب الان صار عندي HMG كوانزيم A، هذا ال HMG كوانزيم A وبوجود انزيم اللي هو الهم HMG كوانزايم A لايز راح يجي يحلله ويقطع بالنص. المشكلة اللي عندي هنا انه ما يدخل وياي كوانزايم A، يعني عندي بس واحد كوانزايم A، زين هذا الجزء اللي راح اقطع منه له كوانزايم A ماكو، فلذلك راح يطلع بشكل مركب نضيف له هيدروجينات ويطلع بشكل اسيتو اسيتيت اللي هو المونيومر مال الكيتون بوديز
اللي بعدين راح يتحول الى هذا وهذا الشكل. الان صار عندي اسيتو اسيتيت زائدا طبعا هاي الكوانزايم اي اخذته الى استايل زائدا استايل كوانزايم اي. يمكن اذا دخلنا وشفنا بشكل اوضح ويا الفري فاتي اسيد والبيتا اوكسيديشن يمكن يتوضح اكثر. فري فاتي اسيد اسيل كوانزايم اي سينثيز دخلناه ودخلنا هذا ويا الكوانزايم اي انطاني اسايل كوانزايم اي. اسايل كوانزايم اي بعدين هذا جاهز الان اما يروح يسوي بيوسيفيكيشن وينضاف الى جليسيرول ويتحول الى تراي اسيل جليسيرول فوسفوليبيد او انه ناخذه ونروح ندخله الى بيتا اوكسيديشن. بالبيتا اوكسيديشن راح يتم كل مرحله يتم فصل اسيتايل كوانزايم اي الى ان نوصل الى اربع ذرات كربون اخر شيء اللي هي سميناه اسيتو استايل كوانزايم اي. الان اسيتو استايل كوانزايم اي وبوجود الاسيت الاستايل كوانزايم اي راح يصير بين كوندنسيشن وينطني اثنيناتين طبعا المي موجود موجود اش ام جي كوانزايم اي سينثيز راح ينطيني 3 هيدروكسي 3 مثل جلوتاريل كوانزايم اي اللي سميناه اش ام جي كوانزايم اي. هذا المركب الان اللي تكون الان ممكن باللايز يروح ينفصل عندنا استايل كوانزايم اي ويتكون من عنده الاسيتو اسيتيت مثل هذا الشرح اللي شرحناه هنا. الان اسيتو استايل اسيتو اسيتيت تكون ممكن يتحول الى بوجود 3 هيدروكسي بيوتاريت دي هيدروجينيز يتحول الى 3 هيدروكسي بيوتاريت والثلاثة هيدروكسي بيوتاريت تطلع مجموعة كاربوكسيل وهذا يتأكسد فينطيني أسيتون أو أصلا الأسيتو أسيتيت. مجرد تطرح مجموعة الكاربوكسيل راح تتحول إلى أسيتون. هذين ثلاث مركبات إن الكيتون بدي. بالمناسبة هنا لما يتحلل ويطلع أستايل كونزايم أي راح يرجع الأسيتايل هنا وممكن يدخل ستريك أسيت سايكل أو يجي يرتبط مع أسيتو أسيتاي الثاني كونزايم أي وينطيني أيضا كيتون بديز. هذا تقريبا عملية الكيتون بديز اللي دا تحصل عندي بالهيومن بديز. ممكن ناخذ نظرة بسيطة على الكيتون بديز وإلها فائدة طبعا لأن تفيدني تكون مصدر سورس للإنرجي. شون أنا عندي في فاتي أسيد إذا تعذر وصوله للإكستراهيباتيك تيشو في فاتي أسيد بالبلد يروح للليفر وطبعا قلنا الليفر يتحول هناك إلى شكل أسيتايل كوانزايم أي ويوصل بالبيتا أوكسيديشن إلى أسيتايل كوانزايم أي. وممكن بالأسيتايل كوانزايم أي إذا صار أكوميليشن من عنده راح تتوقف عملية الاستكاسي سايكل ويروح يتحول إلى كيتون بوديز والكيتون بوديز تروح بالبلاد ستريم إلى أن توصل إلى إكستراهيباتيك وهناك ترجع بشكل أسيتايل كوانزايم أي وهناك يتحول يدخل الى اسيتيك اسيد سايكل وتكون هي مصدر واساس للانرجي بالاكستراهيباتيك تيشو. اخيرا موضوعنا الاخير راح يكون هو ريجوليشن اوف كيتوجينيسيس. الكيتوجينيسيس حسب السكيم اللي شفت السكيمات الماضيه ممكن ندمجهم كلهم سوا بهذا السكيم اللي هو انا عندي تراي اسيل جليسيرول راح بعمليه لايبوليسيس بانزيم اللايبيز راح يتحول الى فري فاتي أسيد طبعا هاي بالأديباس تشو الفري فاتي أسيد. إذن أول أنزيم ممكن يسوي لي ريجوليشن يتحكم بال كيتوجينسيس هو من هو اللايبيز. تكون الفري فاتي أسيد يروح بالبلاستريم وصل للليفر من راح للليفر راح يجي هناك يتحول إلى أسايل كوانزايم أي والأسايل كوانزايم أي طبعا راح يروح يدخل إلى بيتا أوكسيديشن أو يروح للسيفيكيشن. عندي الانزيم المسؤول والخاص اللي يدخل لي الاسايل للميتوكوندريا اذا تذكروا هو كارنيتين بالموتايل ترانسفيريز او يسموه كارنيتين اسايل ترانسفيريز. طبعا البالموتيل لان هنا نتحدث عن البالميتيك اسيد بينما بنقول اسايل فنقصد به اي نوع من الفاتي اسيد ممكن ان نسوي له هاي العمليه ونوصله الى اسايل كوانزايم اي. المهم دخل بالبيتا اوكسيديشن قلنا او هنا فاذا السي بي تي 1 راح يكون ثاني انزيم ممكن يتحكم بالديجريديشن. اخيرا
الاسيتايل كوانزيم A الآن وصل إلى مرحلة يتحول إلى ما يدخل الستيك أسيد سايكل، أو يروح يدخل بال HMG كوانزيم A همشكو ويروح يسوي لي بالكيتوجينيسيس يتحول إلى كيتون بديز، فصاروا عندي دن الثلاثة هم ريجليشن بعملية الكيتوجينيسيس. انتهت محاضرتنا. أي سؤال عندكم موجود ممكن تدخل لي على الخاص وتسأل، وأرفقت ويا هاي المحاضرات ملف وورد بس أنا نزلته بشكل PDF شرح مفصل بي عن قضايا بيسك تخص هذا الموضوع اللي هو الفاتي أسيد بصورة عامة إلى غاية هالموضوع اللي هو regulation of ketogenesis. تحياتي ونشكركم على حسن الإصغاء. السلام عليكم.